يقارع أسران البواسل جبروت وسلو وظلم السجان. من 50 أسيرا من رموزهم وكوادرهم ومن مختلف الفصائل ينضمون غدا بإذن الله إلى الإضراب عن الطعام. وفي مقدمة هؤلاء الأسرى الكبار العظام الأسير البطل نائل البرغوثي أبو النور، والذي يمضي حتى اليوم ما يقرب من 37 عاما في سجون الاحتلال. إليكم يعني قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتصدرون هذه الخطوة، والذين بهذه الخطوة يأملون بأن يتحرك الشارع الفلسطيني كما يجب من أجل نصرة قضية الأسرى الأبطال والذين دخلوا يومهم 17 في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة. أسرى حماس، نائل البرغوثي، عباس السيد نائب رئيس الهيئة، حسن سلامة، أبو الرب، مجدي ياسين، عدنان أبو ساري، أحمد بسيسي. بيان صادر عن اتحاد رجال العمل الزراعي في غزة.